أمنيا دائما. وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت الشرطة القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 5 أفراد، بينهم فتاة تتراوح أعمارهم بين 26 و36 سنة، مختصة في تقليد أختام الدولة والإدارات العمومية، والتي يستعملونها في تزوير الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة. توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و36 سنة متورطين في تقليد أختام الدولة والإدارات العمومية. العملية مكنت من حجز أختام وبراثين مقلدة وكذا عدة شهادات ووثائق إدارية مزورة، والتي يتم إرفاقها في ملفات طلبة تأشيرة دراسة في الخارج مع استرجاع معدات تزوير متمثلة في 4 أجهزة كمبيوتر، 3 طابعات متعددة الاستعمال، دعامات إلكترونية، هواتف نقالة للتواصل بين أفراد الشبكة، مبلغ مالي من عائدات التزوير.